16/1/2014 مدينة رستن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية يا شباب. شايفكم عم تمشوا بالحي المهجور المدمر، احكوا لي شو الشيء شايفه بهالحي هيك عندكم؟ والله هذا هون احنا عم نمشي من قلة ما في يعني عالم، ما في ناس بهالحي خالص، يعني نحن عم نتدرج هون من البرد، يعني برد وعم نشوف عم لمطنا شوية حطب، شفنا شوية حطب من الدفى للهي يعني، وهذا الشارع هون اسمه شارع ساريكو، يعني مثل ما شايف شارع مدمر كامل، يعني على الكامل مدمر، يعني شايف ما في منزل واحد حتى منزل ما نصاح للسكن. نعم هذا ولا منزل. شو السبب هيك عندكم هالدمار بالحي؟ يعني هذا الشارع اسمه شارع ساريكو، يعني معروف بالرستان بجانب المفرس الامن العسكري. وين مفرس الامن العسكري؟ تفضل هون. ايوه هون كان مفرس الامن العسكري. نعم هون مفرس الامن العسكري، صارت فيها مطاحن، يعني معركه طاحنه جدا هون، الدخله الاولى والدخله الثانيه. من قبل مين؟ من قبل الجيش طبعا. ايوه الجيش حاصرها ودخل عليها المدينه. شو كان نوع السلاح اللي دخلوا فيه على المدينه؟ اسلحه ثقيله طبعا، دبابات، مدفعيات، وبي ام بيات، وكان في قصف بالحملات. نعم كان قصف عنيف جدا من كتيبه الهندسه شمالي مدينه الرستان، اللي دمرت هاي الدور كلها اللي شايفها انت. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم هون صارت معارك طاحنه هون، اللي راح للجيش فيها دبابات هون، ضربت دبابه هون هون. نعم وبي ام بي باب المفرزة صارت معارك طاحنة، يعني الحمد لله رب العالمين تم تفجير الدبابات. نعم المعارك اللي تحكوا عليها، تم تحرير رستان من سنتين، ولحد الآن القصف مستمر على مدينة رستان، يعني صار له سنتين عن القصف، ما بتوقف القصف خالص، ما عم يتوقف أبدا، يعني الله. اليوم ما بيصير فيها 50 قذيفة 25 قذيفة، ما بيمشي الحال. طيب القصف بيصير عشوائي ولا مستهدفين شيء؟ لا عشوائي طبعا، يعني الدول كلها باستثناء بتنقصف، يعني ما في منطقة بالرستان فينا نقول انه آمنة او صالحة للسكن او للمدنيين أبداً. يعني ابدا ما في، مثل ما شايف هذا الحي يعني مدمر بالكامل يعني. طيب شو الوضع المعيشي عندكم بهالظروف اللي عم تحكي عليها وبهالقصف المتواصل على المدينة؟ الوضع المعيشي بالمرة، بدت فيها ما في خالص، العالم عم تقص عواميد خشب اللي كانت مد فيها كهرباء عم تقصها للدفة. ايوه ولهلا يعني في والله والله في عالم لحتى الآن ما في عندهم عود حطب، صرنا بنص الشتوية.